صباح الخير. النهارده هنتكلم مع حضراتكم على كام رشه ارشها للنخله، وايه هي اهم المواد الفعاله اللي انا ممكن استخدمها في رش النخيل. المكافحة الكيميائية بتبقى ضمن برنامج اسمه برنامج المكافحة المتكاملة للآفات والأمراض التي تصيب المحاصيل أو النخيل. المكافحة المتكاملة أو بمظهره بالآي بي إم، ودي أول حاجة. تاني حاجة إن أنا بستخدم الرش كعلاجي ووقائي. الأفضل إن أنت تستخدم الرش وقائي عشان الرش العلاجي بيبقى مكلف جدا. طب أنا لو هستخدم الرش الحشري في النخيل أرش كام رشة؟ هتلاقي بيقول لك من 4 لـ6 رشات، ولكن حضرتك لو رشيت 4 رشات بالتويتات اللي هنتكلم عليهم وبالكلفية اللي احنا هنتكلم عليها مش هيبقى عندك أي إصابات حشرية. إيه هما الـ4 رشات اللي عندنا؟ أول رشة بعد الحصاد أو الصرام، بنبدأ خلصت الصرام بتاعك في شهر 10 للاصناف المتاخره او قبل او اكتر، بنسيب اسبوعين ونبدا بعد كده عمليه الرش. الرش بيكون مثلا بحط مبيد اميدو كربورايت مثلا، وببدا اغسل النخله من فوق لتحت عشان لو عندي بقايا محصول سابق، عندي بقايا حشرات، عندي بقايا بيوض، عندي اي حاجه، ابدا اغسل فاتخلص من الافات والامراض اللي هي ساكنه في النخله. دي اول رشة اميدا كربورايد بعد انتهاء المحصول. تاني رشة عندي بتكون قبل خروج الطلع عندي مباشرة، قبل التخليج. لو التخليج عندي في شهر 2 ببدأ ارش الرشة ديت مثلا قبل خروج الطلع بحوالي 15 يوم او 10 ايام. الرشة ديت ممكن تكون سايبر مسرين او دلتا مسرين او اي حاجة برضو، وبرضو الرشة ديت بتكون غسيل للنخلة مباشرة. تاني رشة او تالت رشة عندي بتكون بقى للعناكب، التالتة والرابعة بتكون للعناكب وهتكون برضو وقائية وليست علاجية. بعد خلاص ما النخيل عنده وصل لمرحلة الخلال وهبدأ اكيس، فببدأ ادي الرشة الاولى، وببدا بعد 15 او بعد اسبوع ببدا ادي الرشه الثانيه، وبعد ما ابدا الرشه الاولى والرشه الثانيه ابدا اكيس النخله عندي باي كيس بقى من الاكياس، وان شاء الله نتكلم على التكييس او التكميم بشيء من التفاصيل. يبقى انا عندي رشه بعد الصرام مباشره، رشه قبل خروج الطلع مباشره، رشتين للعناكب او الاكروسات. دولت 4 رشات فقط لا غير في السنه للنخيل، وهتحصل على محصول جيد جدا، وهيكون تكاليف المكافحه عندك قليله جدا. انتظرونا ان شاء الله تعالى في الفيديو القادم على ايه هي المكافحه المتكامله للافات والامراض التي تصيب النخيل.